آليات قسم الحاسوب. الفوز بالمركز الثاني بمسابقة العروض التقديمية ضمن المسابقات الحاسوبية السنوية للعام الدراسي 2011 و2012 إشراف المعلمة نور نايفة. الفوز بالمركز الثالث بمسابقة النشر الصحفي ضمن المسابقات الحاسوبية السنوية للعام الدراسي 2011-2012 إشراف المعلمة أنوار الراشد. المؤتمر الثاني للجودة الشاملة في التعليم يناير 2012 مشاركة قسم الحاسوب بمشروعي الفصول الافتراضية وإعداد ألعاب تربوية باستخدام برنامج العروض التقديمية. قام قسم الحاسوب نموذج درس بعنوان المظهر لتحقيق هدف استخدام التقنيات الحديثة في التعليم تحت رعاية مراقب التعليم المتوسط أستاذ سالم حسن، إعداد المعلمة أنوار الراشد، يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2012. ورشة عمل بعنوان حاسوبي إبداعي تقديم الطالبتين هيا سعود والبتول عبد الحي، إشراف وتدريب المعلمتين إيمان عمار ولمياء الحلو، يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2012. تكريم المعلمة نور نايفة من قسم الحاسوب لجائزة المعلم المبدع في حفل تكريم المبدعين السنوي يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2012.